بطاقات بلا حدود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعد لي صباحكم جميعا مستمعين الكرام، ويا هلا ويا مرحبا بالجميع مع حلقة جديدة من البرنامج اللي يوميا بيشحنكم بالطاقات الإيجابية، من البرنامج أيضا اللي دائما بنحاول إن نغير من أفكارنا من سلوكياتنا السلبية إلى سلوكيات وأفكار وطباع إيجابية، مع برنامج طاقات بلا حدود. معايا أنا أمينة العبدالله وأيضا زميلتي رشا إندجاني من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. كل يوم خليكم على السمع معايا من الساعة 11 إلى الساعة 12 الظهر، وطبعا على مدار أيام الأسبوع مثل ما قلت من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وقبل ما نبدأ حلقتنا لليوم، للعالم اللي بتحب أبو نورة، أنا واحدة منهم، كلنا بنعشق أبو نورة، فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده. في مسابقة كل خميس إن شاء الله بالريتسي مول من الساعة 6:30 إلى الساعة 7:30 اللي هي مسابقة غني أبو نورة. لو كان صوتك حيل حلو، صوتك الجميل، عندك معلومات عن فنان العرب ومسيرته الفنية، شارك معانا عشان تقدر تربح فرصة الحضور للحلقة الأخيرة من برنامج محمد عبده وفنان العرب. لطفونا، مرة روعة، أنا لو صوتي حلو والله لا شارك، بس أروح وأشوف أبو نورة. البرنامج طبعا بيبث كل يوم أحد الساعة 9:30 على قناة دبي الأولى، بالإضافة رح يكون طبعا مو بس رح تحضون إنكم تشوفون فنان العرب محمد عبده، لا أيضا رح يكون في تذاكر الطيران وإقامة بفندق 5 نجوم لمدة ليلتين لشخصين، يعني أنت أحد من ربعك أو أنت والوالدة اللي تحبون تفضلون أن يحضر معكم هذا الحفل. طبعا هالبرنامج إن شاء الله رح يكون في شخصين. شاركوا معنا كل خميس باستديوهات ألف ألف أفام بريتسي مول عشان تربحون هذه الجائزة، اطوفونها. أيضا ترقبوا لقاء الخميس في مكة المكرمة والباحة، من الطائف وجدة إلى لندن، ومنها الخارج، عقبها الباحة، حفر الباطن والمدينة المنورة، فحائل ونيويورك الخميس الجاي. رح يكون إن شاء الله يعني سلسلة صراحة ما خلوا مكان مرحة. المرة الجاية رح يكونون إن شاء الله في مكة المكرمة، وهم بعد الباحة قصة نجاح جديدة مع الضيف ماهر الزهراني مدير إدارة النظافة والفرش والفرش بمسجد الحرام الساعة 9 بالغرفة التجارية بمكة المكرمة. أيضا بالباحة راح يكون مع الضيف محمد الزهراني بالمركز الأول بجائزة الفائز بالمركز الأول بجائزة التميز للمعلمين الساعة 8 المساء بمقهى شباب تايم شارع البلدية سابقا. أيضا خلينا نرحب بكل الشباب على تويتر، أقول يا أهلا ويا مرحبا بالجميع، أصدقائي حي الله الجيش الأموني، يسعد لي صباحكم يا جيش الأموني، أحلى عصابة بالدنيا، يلا أنك تصبحهم بالخير. وراح أقول قبل ما أبدأ البرنامج كل اللي قاعدين ينشرون هالطاقة الإيجابية كل يوم من 11 لين 12: محمد سعيد الصفار، أحمد الزهراني، شادي بندر، جفري، عدنان الكثيري، الجنس اللطيف، بسمة ألف، بدر البدور، يلا أنك تحييهم، شريفة، اتحادي 88، عبد الرحيم، أمون الصقري، ومحبة إذاعة ألف ألف أف أم، أول شخص رتوت معنا اليوم كفو. يلا خلينا نبدأ حلقتنا لليوم. اليوم حلقتنا 3 طرق هي اللي خلت اجتماعات ستيف جوبز بناءة. أتوقع بالذات المدراء بيهمهم هذا الموضوع يعني مرة. هي 3 طرق اتبعها، ما هي 7 ولا 10 ولا 15 ولا 20، 3 طرق اتبعها ستيف جوبز خلى اجتماعاته كلها بناءة وكلها مثمرة. أحد مواقع أكبر المواقع العالمية بالعالم، موقع بزنس انسايدر اللي بيهتم في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بيهتم بعالم البزنس بعالم الأعمال، بيقول إن الولايات المتحدة الأمريكية بتتكبد خسائر سنوية تخيلوا تقريبا 37 مليار دولار بسبب الأخطاء في الاجتماعات. تخيلوا 37 مليار دولار بسبب الأخطاء في الاجتماعات، قد إيش مهمة الاجتماعات إنها تكون بناءة ومثمرة في أي شركة. لكن في شخص عندنا كانت اجتماعاته كلها جدا بناءة ومثمرة وناجحة في نفس الوقت،
اللي هو المدير التنفيذي الراحل ومؤسسة أبل التكنولوجية ستيف جوبز. ستيف جوبز استخدم 3 طرق أكد من خلالها على ألا تكون الشركة، أكد أنك لو استخدمت 3 طرق هذا مستحيل أن الشركة رح تكون من الخاسرين، لأنك رح تخلي اجتماعاتك كلها بناءة، ومش بناءة بشكل عادي، لا بناءة للغاية، وكثير من الأحيان بناءة بطريقة مخيفة. بيقول لكم ممكن أيضا أنتم أصدقائي، ممكن على فكرة ممكن يعني التبس اللي رح أقولها ممكن أنتم بعد تكتبونها وتعطونها كهدية أو تعطونها كاقتراحات لمدراءكم. خلينا نشوف أول تبس معانا لليوم، أو أول نصيحة، أو أول طريقة استخدمها ستيف جوبز بينصح الكل إنه يستخدمها. أول طريقة بيقول تقليص عدد الحاضرين بالاجتماعات. تخيلوا أحد العاملين السابقين في مؤسسة أبل اسمه كينغ سيغال كتب في كتابة بيقول إن في أحد المرات كان جوبز على وشك إنه بيبدأ اجتماع مع الوكالة الإعلانية اللي كانت متخصصة طبعاً، أو اللي كانت ماسكة شركته، واكتشف، تخيلوا جوبز اكتشف شخصية جديدة كانت حاضرة في الاجتماع، لفتت انتباهها على طول. سألها، كانت هي سيدة، وسألها يعني تخيلوا حتى السيدة قبل ما يسألها، السيدة اللي لفتت انتباهها كانت متجمدة، قاعدة في مكانها متجمدة، قاعدة جاحظة العيون، شبه خايفة، ما كان يعني كان تواجدها مش في مكانها، مش في محلها. طبعا سألها على طول انت مين؟ ردت عليها السيدة بهدوء، قالت أنا طلبوا مني أني أحضر الاجتماع لأني على علاقة بمشاريع التسويق. مجرد ما سمعها جوبز طلب منها بكل أدب المغادرة، قال أنا أعتقد يا سيدتي أن إحنا مش في حاجة لتواجدك اليوم معنا بالاجتماع، فشكرا، بإمكانك المغادرة. بالفعل ستيف جوبز كان بيتبع هذا النهج أيضا مع نفسه، مش فقط مع موظفينه. دائب في مرة من المرات بيقول لكم ستيف جوبز دعاه، تخيلوا مين دعاء؟ الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع شخصيات ثانية، لكن رفض الدعوة. ليش؟ لأنه شاف نفسه أنه مش يعني ما رح يكون مثمر تواجده في هالاجتماع، تواجده غير مجدي، تواجده ما رح يفيدهم. وإحنا نعرف الأجانب عندهم time is money، الوقت مثل الذهب. هذه نقطة جدا مهمة المفروض ينتبهوا لها المدراء وينتبهوا لها المسؤولين، إن تقليص عدد الحاضرين بالاجتماعات، مش لازم كل من هب ودب يكون موجود عندك في هالميتينج أو في هالاجتماع، من الصغير إلى الكبير الكل لازم يكون متواجد، فلان وعلان لازم تكونوا متواجدين في الاجتماعات. لا، إحنا الاجتماعات أساسا الغرض منها إنك تطلع بقرارات في الصميم، تطلع بقرارات مجدية، تطلع بقرارات صائبة. الكم مش مهم، قد إيش رح يحضرون معك الاجتماع، الكيف اللي رح أهما يثمروا لك في هذا الاجتماع هذا المهم. وبالفعل هذه السياسة اللي استخدمها ستيف جوبز. أيضا من ثاني طريقة كان بيستخدمها ستيف جوبز اللي هي التأكد من مسؤولية كل شخص عن كل بند في جدول أعمال الاجتماع. يقول لكم في عام 2011 ذكر أحد المحررين بمجلة فورتشن اسمه آدم تفاصيل قليلة عن الطرق الرئيسية اللي بيستخدمها جوبز علشان تصبح أبل أكثر الشركات قيمة حول العالم. اللي أفاده هذا المحرر بيقول إن المساءلة كانت من صميم عقلية المدير التنفيذي السابق للشركة. ليش؟ لأنه كان بيحدد مهمة كل شخص على جانب أو على حدة علشان يعرف الجميع من المسؤول. هذه نقطة جدا مهمة يمكن بيجهلها كثير من المدراء التنفيذيين، كثير من المسؤولين. أنا ليش بقول لكم هذه النقاط؟ بقول لكم هذه النقاط لأن أبل وستيف جوبز من أكبر الشركات في العالم الناجحة. ستيف جوبز كانت سياسته وطريقته كانت جدا فعالة وجدا بناءة، علشان كذا إحنا لازم نتعلم من هذه الشخصيات الناجحة ونخطو خطوة نشوف شلون نجحوا ونسوي مثلهم. النقطة الأولى أن قلص عدد الحاضرين في الاجتماعات،
النقطة الثانية، تأكد من كل شخص شنو مهمته في الاجتماع، أنت مهمتك كذا والثاني أنت مهمتك كذا، علشان يعرف كل واحد شنو مسؤوليته. ثالث نقطة هذه اللي رح نعرفها عقب الفاصل، عقب الفاصل رح نعرف ثالث نقطة ونقطة جدا مهمة. لكن قبل ما أطلع الفاصل خليني أذكركم أن اليوم بنتكلم عن ثلاث نقاط أو ثلاث طرق خلت اجتماعات ستيف جوبز جدا بناءة. أرجع وأرحب بكل أصدقائي على تويتر واللي ما زالوا بيرتوتون لبرنامج طاقات بلا حدود، بينشرون هذه الطاقة الإيجابية عبر تويتر. عزوزة أو تار الشوق، سهراء عثمان اسمك عجيب وسمبثيكي، ما أدري أنا اللي قابلتك أمس يا سهراء، يا ليت ترديلي. I think إن أنت اللي قابلتك أمس. الحياة محمد سعيد الصفار وأحمد الزهراني. أرحب بكل طبعا اللي بينضموا لي على أكاونتي في تويتر على أتألف، على طبعا أصداء أراكم ناخذها على أتألف ألف أف أم، وأكاونتي الشخصي A3M4E. وأرحب أيضا كل اللي انضموا لي عبر صفحتي بالفيسبوك الجديدة أمينة العبدالله. أمس كنتم مبدعين صراحة، أمس حقيقي بدعتوا. أكيد أصبح للجيش الأموني، عزوزة، عبدالله السبيعي، حيا الله أخوي عبدالله السبيعي. من بعد معانا أوتار الشوق، سعدي صباحك علي القطان، وصباحك شكرا لك أمون الصقر، وأنتم محشتوني حيلي أمون. الجيش الأموني كاتبة بدر البدور بس حط الهاشتاج غلط، عدي في ديتك. يلا رح نطلع فاصلنا اللي حابين يشاركون معي في موضوع اليوم، ثلاث طرق خلت اجتماعات ستيف جوبز بناءة. أيضا أنا بانتظار طبعا مشاركاتكم معايا، شلون اجتماعاتنا ممكن تكون بناءة، شلون اجتماعاتنا تكون مثمرة، إيش الأخلاط اللي بتشوفونها في الاجتماعات اللي المفروض أن إحنا ما نتخذها، أو الطرق هذه خلاص حيل قديمة. الشغلة الثالثة مرة مهمة ورح تعجبكم كلكم أنا متأكدة منها، لكن خليكم معايا على السمع، اللي يبون يسمعون اللي يبون يشاركون أيضا STC 84770 خط الهاتف 012-61-61-100. خليكم على أثير الموجة السعودية ألف ألف أف أم. فاصل سريع ورح نرجع نواصل في أفكم مع طاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود، مستمعين الكرام مع طاقات بلا حدود، وموضوع اليوم ثلاث طرق بتخلي اجتماعات ستيف جوبز بناءة. يا ترى حنا كلنا كم طريقة من هذه الطرق؟ هي ثلاثة يعني ماكو أكثر من كذا، لكن كم طريقة يا ترى احنا بنستخدمها أو بنمشي عليها؟ سهراء عثمان حي الله أختي سهراء، واجد أحلى أحلى رتويت، مو أحلى، أحلى فولو لكي بعد. يلا خلينا نرجع، أنا قلت لكم من ثلاثة طرق، أول طريقة تقليص عدد الحاضرين بالاجتماع، الطريقة الثانية اللي إحنا نتأكد من مسؤولية كل شخص عن كل بند في جدول أعمال الاجتماع، يعني مو لازم الاجتماع أو الميتينج حقك لازم الكل يحضره، الصغير والكبير وتقعد هذا حضر وهذا ما حضر، لا مش ضروري، الكيف مش الكم. ثاني نقطة مثل ما قلت لكم أن نتأكد من مسؤولية كل شخص حاضر الاجتماع، هذا حاضر علشان البند الفلاني، وهذه حاضرة علشان الشغلة الفلانية، كل واحد يكون عارف مهامه ومسؤولياته. ثالث نقطة واللي أنا بشوف أنها مرة مهمة، هي عدم السماح بالعروض الرسمية. تخيلوا بالفعل هذه كان بيستخدمها أو كان بيمشي عليها جوبز، بيقول لك هذا طبعا، وهذا اللي كان كتبها أو ذكرها اللي هو مؤلف السيرة الذاتية لمؤسس أبل. تخيل اللي ألف السيرة الذاتية لمؤسس أبل اسمه والتر، بيقول إن جوبز كان بيكره، تخيلوا كان بيكره فكرة إن يعرض الشخص، أي شخص بيعرض أو بيشرح أي من المواضيع بشكل رسمي، وأنا أتفق معاه في هالبوينت 100%. أبد ما يحب الطرق الرسمية، ما يحب الطرق التقليدية، كان بيفضل جوبز اللي هو الاجتماعات
والمناقشة اللي تكون فيس تو فيس أو اللي بتكون وجه الوجه. أيضا جوبز منع طرق العرض، تخيلوا منع طرق العرض التكنولوجية. ليش؟ بيقول لك إنه كان يحب التفاعل بين الزملاء بعضهم مع بعض في المناقشة بدون إنه ما يعتمدون على التكنولوجيا. يعني بيجي يقول لك عرض لي على الباوربوينت المشروع، أو عرض لي نقاطك، أو عرض لي برنامجك، عرض لي طبعا إيش اللي رح تسوي. يمكن هذه أغلب الشركات بالفعل بيستخدمون الباوربوينت أو البروجيكتور عشان يعرضون مشاريعهم ويقعدون يتناقشونها. جوبز كان بيرفض هذه الطريقة، مش بس كان بيرفضها، كان بيكرهها. بيحب النقاشات ما بين الزملاء فيس تو فيس. وأنا بالفعل أنا يمكن أحد الشركات اللي اشتغلت فيها كان بالفعل المناقشة بتتم فيس تو فيس، بالشخص بيكون متواجد وبيقعد يشرح بكل حبية. وبالفعل المناقشة كانت مجدية ومثمرة، لأن الكل كان بيتفاعل معه مش كمثلا منافس أو كموظف، الكل كان بيتعامل معه أو بيتفاعل معه كأخ. بالضبط هذا اللي كان بيسوي جوبز، واللي قال إنه واللي قال طبعا والتر اللي هو ألف السيرة الذاتية له، بيقول إنه ما كان يحب طريقة عرض الناس لأي مشروعات أو أفكار باستخدام التكنولوجيا، لأن التفاعل ما كان بيحل أي مشكلة. التفاعل عن هذه الطريقة ما كان بيحل أي مشكلة، كان بيحب أن الطرق التقليدية هي اللي كل واحد يعرض مشروعه أو فكرته أو بيقعدون يطورون أي مشروع أو أي برنامج عندهم. أنا معاه صراحة، يعني حلو أنك توقف مثلا أو أنك تتكلم، حتى لو أنك جالس، يعني أهم شيء وش اللي تبي أنت، أهم شيء الزبدة أو اللي بتطمح له أنك تطلع تطلع من هذا المحصلة النهائية لأي اجتماع أو المخرجات، أن تكون عندك الثمرة اللي أنت تبيها، أنك تحصل على إنتاجية عالية في العمل. كل الشركات أتوقع أنها هذا اللي تبيه، أن تحصل على إنتاجية عالية. يلا أبي أشوف تفاعلكم أنتم مع جوبز أو لا، وش اللي بتشوفونه في اجتماعاتكم، يعني تقليدية مملة روتينية ما بتحبونها. العصف الذهني أنا بالنسبة لي مثلا، العصف الذهني من الأشياء اللي أنا ما أحبها، لما يجي يقولوا لك مثلا يلا عصف ذهني، عصف ذهني ذيك اللحظة ما في عصف ذهني. الإبداع بيجيك وليد، يعني وليد لحظة كده بتلاقي الأفكار جاتك زي ما يقولون. نبدا الاتصالات على 012 61 61 100 012 61 61 100. دكتور رامي الثقافي، ناخذ احمد من ابها. احمد الو، السلام عليكم. يا هلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي امينه، صباح الامل والتفاؤل والايجابيه. والله انا مش عارف الصباح بدون صوتك في البرنامج ده عامل ازاي، يعني مهما حاولت اوصف مش هوصف. يعني ميرسي اجيب اللي ميرسي قوي 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 يا احمد. الله يبارك في حضرتك يا رب. والله كل مره حضرتك بترد عليا فيها بيكون لي الشرف، وببقى سعيد جدا ويومي بيختلف فعلا. والله على فكره حتى انا يعني حقيقي والله العظيم لما اسمع اصواتكم واقرا مشاركاتكم في تويتر وفي الفيسبوك يومي بيتغير، مزاجي بيتغير. ساعات بكون حيل متضايقه، انا في النهايه بني ادم مثلكم، لكن لما ادخل تويتر واقعد اقرا قد ايش حب الناس بنسى. يمكن حتى في زملاء بيقولوا لي امينه لا تقعدين تردين على كل الفولورز اللي عندك، حيتضايقون. بقول لهم يتضايقون هذول حبايبي. ولا عندنا يمكن عندنا مثل في مصر، اختي امينه بيقول لك من حب ربه حب في خلقه. الله الله، يا رب الله يحب في خلقه فيني يا رب. الله ما زيد وبارك. اللهم امين يا رب، يحب فيك خلق الله ما يزيد وبارك. قول لنا بقى يا احمد، ايه رايك بطريقه ستيف جوبز؟ والله بالنسبه للاول بوينت اللي هي تقليص عدد الحاضرين في الميتنج، انا شايف ان هو مش الهدف ما بيكونش التقليص او التقليل من العدد، على قد ما هو اللي ليه لازمه بيحضر. يعني اللي ليه انت شو خاصك بتحضر، انت ليك لازمه في الميتنج يبقى لازم تحضر. ما هوش بالعدد، يعني انا ما يكونش التقليص هدف بالنسبه لي اني احضر فلان او ما احضر، لا، في فلان ده هستفيد منه وهو يستفيد، او عنده مهمه معينه في الـ في الـ في, الـ في الميتنج يبقى هيحضر. العدد او التقليص نفسه ما بقاش هدف. انزين، انا مختلف بس في النقطه دي. ثاني نقطه اللي هي توزيع المهام، فدي من اهم الاشياء اللي احنا مفتقدينها حتى في سوق العمل هنا او في مصر او في اي مكان في العالم. بالضبط بص يا فندم، احنا بنشتغل كل حاجه في اي مكان في اي وقت.
هذا التخصصات. لا عارف بالضبط هذه مشكله في اغلب الشركات. مشكله فعلا بتعمل لنا سوق العمل فعلا. عدم الجوب ديسكريبشن، ما في جوب ديسكريبشن، ما في مهام وظيفيه محدده عشان انت تقدر تبدع شوي تلاقي شغل فلان على راسك او شغل علان. صحيح وبيخلق يعني بيخلق العداوه في بيئه العمل. صحيح صحيح فعلا. يعني لما انا اشتغل شغلي مش شغلي فانا مش هكون مرتاح. يعني انت انا اللي عندي مهام معينه خصني بيها وقول لي انت عندك الكام بوينت بس هتشتغل عليهم خلصهم او ابدع فيهم او هتاخرك فيهم، انا ساعتها هديك انتاج. انما ما تسيبنيش يعني ما تسيبليش الدنيا مفتوحه قدامي كده انا مش فاهم انا بعمل ايه ولا فين. وممكن يا احمد ان نكون مثلا احنا بنشتغل بشركه واحده ومن ضمن مهامك لكن المدير بيعطيني مهامك، انت هنا بتقول صحيح. كمان ليش هذه مهامي ايش ده؟ وده اللي بيحصل فعلا. يعني ده اللي بيحصل فعلا. اما بالنسبه للبوينت البوينت 3 اللي هو ما بيحبش العروض الرسميه او ما بيستخدمش التكنولوجي في الـ في الـ في, الـ في الميتينجز، فانا شايف انه على حسب. يعني اذا احنا مثلا في فكره جديده وحابين نتشارك فيها او حابين كل واحد يطلع احسن ما عنده ونبدع فيها، انا شايف انه ممكن ما يستخدمش التكنولوجي. انما في حاجات اللي هو بنسميه الوسائل البصريه او او او, أو وسائل العرض دي بنحتاجها جدا في سوق العمل. يعني ما ينفعش استخدم في شركات معينه. ايوه يا فندم، انا اللي اقصده ان في بعض الافكار ما ينفعش. يعني مثلا في منتج جديد عندي تمام، فلازم يكون عندي حاجتين، عندي عينه وعندي صور المنتج وعندي فلازم بروجيكتور لازم اشرح. يعني انا بس برضو في النقطه دي مختلف واستغربت جدا ان ستيف جوبز بيعمل كده ومن انجح الشخصيات في العالم. يعني نعم انا جدا سعدت بمشاركتك يا احمد، يعطيك الف عافيه. انا اسعد. ثانك يو سو ماتش. ميرسي قوي. مختلف لسمعت حضرتك والله العظيم. تسلم 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 من طيب اصلك. ناخذ محمد من الاحساء. محمد يا هلا فيك، يعطيك العافيه. يعافيك الرحمن. وتشرفت شارك في معكم. انا اللي متشرفه وايد. محمد من وين؟ من الحسا. انا من قريه المنصوره عند جبل قاره. قريه المنصوره اول مره اسمع فيها. انتم اللي لقب المنصور بيصير من عندكم يعني عوالي المنصور؟ واشتغل في شركه المنصور بعد تابع بعد. يلا تحياتنا لهم عموما كلهم. ايش رايك بالطرق اللي بيستخدمها ستيف جوبز في اجتماعاته؟ او هل انت مع سياسات مختلفة؟ لا 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 100% هي الجوبس ستيف جوبس. يعني الطرق بيستخدمها في 100% سليمة. يعني لو الكل يتبعها ممكن الكل راح يستثمر راح ينجح. حلو جميل. ويلا انا حختم معاك بكلمة يا محمد. شنو؟ انت انا حختم معاك بمثل انت كملة. الحسا حسانة لو الدهر نسانة. الله عليك. تسلم. يلا ناخذ فيصل من مكة المكرمة. اخوي فيصل. الو. يا هلا حي الله اهل مكة. السلام عليكم. يا هلا فيك. هاي فيصل، ايش رايك بالاجتماعات اللي دائما بتكون بصورة روتينية او تقليدية؟ يعني شوف انا موضوع انه لما يكون مثلا نزل بشمهندس اللي قبلك يقول توزيع المهام ومو توزيع المهام. يعني معلش انا شغال تمريض، اما يجي الدكتور يقول لك انزل طواري. ليش انا انزل طواري؟ هل مهم مهمتي؟ يعني مهمتي أنا تمريض سرير، يعني قسم التنويم قسم ال. أوكي. هل لما اجتمعنا مثلاً يقول لك مثلاً فيصل أنزل قسم الفلاني أو مثلاً ينزلني مو قسمي أو مو تخصصي، هل هذا يعني يعتبر من يعني مصالح أو مصالح عملي أو مصالح يعني؟ بس أنا أعرف أوصلك الفكرة بس هي بس أنا. هل أنت هل أنت يعني مثلاً مع أن ممكن أنا أشتغل تخصص غير تخصصي أو مهمة زميلي من مبدأ أني أبغى أكتسب خبرة أو مثلاً أني أثبت جدارتي؟ إذا أنا إذا بغطى عن زميل أيوه، لكن لما ينزلني كذا من رأسه ما أعتقد أن أشتغل محله. ما تعتقد يعني أنت مش مع أني ممكن أخذ من مهام زميلي كإثبات إثبات مهارتي في العمل على حساب الغير؟ خاف أجيب الإجابة عمل. الله يسلمك، شكرا لك يا فيصل. طيب عشان قدامي دقيقتين. نوره من المنطقه الشرقيه، يا رب نوره اللي ببالي. اللي في بالك وينك؟ اللي في بالك. رؤيه نوره. شوفي انتو ثنتين، انتي وفهيده امل لا امل مواصله، انتي وفهيده ما ادري وينكم، وحشتوني. انا مقطع مواقع التواصل فتره وتوني راجعه. توك راجعه زعلانه شكلك يا نوره. بقوة تعلم. أنا عارفة باين من صوتك نورة. طيب بس هلا. بس إحنا ما نقدر نستغنى عن إبداعاتك وتفاعلك معانا، ترى أنت بتعطينا آراء جدا جدا مهمة.
الإنسان سواء كان خلف المايك أو بمشاركاته أو بمشاركاته الهاتفية بيعلق مع المستمع. خلي هالنقطة ببالك. أنت ممكن الحين تشاركين معايا بمكالمة تظل سنين في بال المستمع، بينما أنا بكون يوميا بطلع على المايك ما بقول أي كلمة بتظل مع المستمعين. لا بالعكس، أعرف أنت فهمتني. يلا حبيبي بدعينا نورة، وين رحتي؟ هلا معاك. يلا شو رأيك باجتماعات ستيف جوبز؟ والله معاك أنا. إيش رأيك باجتماع؟ أيوة اجتماعات ستيف جوبز. والله شوفي، الواحد اللي نستفيد منها إنه يكون عند الإنسان مرونة. حلو. يعني أنا أول ما مثلاً لما جبت تطبيق في المدارس يقول لك لازم تعرفين التكنولوجيا، لازم دائماً باوربوينت. قلت واللوحة هذه اللي مسويتها، يعني أنا في لوحة مسويتها بنفسي ومسويتها على نفس شكل تخصص الدراسات الإسلامية تتناسب معاه، وحابة اللوحة اللي أنا سويتها. قلت لهم معلش أنا آسفة، صح أنا بدخل التكنولوجيا بس مش في كل مرة عشان أثبت لهم إن أنا أعرف التكنولوجيا. النهاية أنا آخذ الوسيلة اللي أرتاح لها. حلو الباوربوينت، بس مثلاً لو في وسائل ثانية تساعد درس بسيط ما له داعي باوربوينت، عرفتي؟ فاللي نستفيد منه انه في مرونه، يعني مش مثلا مش لانه هو مثلا ستيف جوبز مسوي ايفون، صح؟ يعني يقدر يجيب احسن وسائل التكنولوجيه، بس لانه هو شايف انه التقارب الانساني افضل، وقاعد يختصر الوقت، بالعربي يختصر الوقت. يعني زي هذه المرتبكه ايش تستفيد منها في الاجتماع؟ جرب انها جايه عشان مغصوبه او انها مرتبكه، على الاقل تتكيف شوي، يعني هو يراعي المشاعر الانسانيه، يعني ليت المدراء اللي ما عندهم مرونه يستفيدون منه، لا اكثر ولا اقل. الله عليك. يستفيدون منه، يعرفون ممكن كذا ممكن كذا. صحيح. مو زي القران، مو زي القران. الله عليك، بالفعل بالفعل. يمكن يعني في احنا عشان كذا دائما بقول في المدير وفي المدير القائد، يمكن احنا هذا اللي بنفتقده في بيئه العمل، المدير القائد، لان هذا اللي بيرفع من الروح المعنويه من روح الفريق. البيروقراطيه ما فادتنا في شيء يا امين. ابدا. ولا رح تفيد، ولا رح تفيد يا نورة، ولا رح تفيد أبدا. ما وراء البيروقراطية إلا الجمود. بالضبط. نبي شوية حركة، شوية حياة، شوية، يعني مثلا أنت تلاحظين في جمود تحاولين تكسرينه شوي. يعني أنا اليوم قاعد أطالع فيلم تركي مع خواتي، مسلسل تركي، كانوا مضطرين يضغطونهم في العمل فينامون في العمل زي كذا، شوية مبالغة. المهم أن مدير العمل نفسه أرسل لهم وجبات، فكانوا خلاص في عزة خمولهم جاب لهم وجبات وكملوا، انه يعني كيف مراعينا، كيف يجيب لنا اكل صحي مش وجبات سريعه. انت متخيله شيء زي كذا؟ يعني هل هذه الفكره المجنونه تيجي في بال مدير عندنا؟ مستحيل. هذا هو استغلال وهم الابداع. الابداع الابداع الابداع. وفديت صوتك ونحسك مشكوره يا نورة على انك شاركتيني. بيتك. شكرا. يلا وابغى اشوفك الحين، يلا على صفحتي بتويتر. يلا يلا يا نورة راح اشوف. تذكاري سعد لي صباحك يا تذكاري، ان شاء الله تذكاري انت الصوت الحلو اللي كنت بتشاركيني اول بتغني لنا. حياك الله نو دكتور رامي الثقفي. الابداع الاعصار، احد الاشخاص بيقول لا يا امينه العصف الذهني بينتج الابداع، لابد منه وتواجده بالحياه من الضروري. اوكي، وجهه نظر وجهة نظر. أيضا مع تحيات ولد جدة، يا وافية يا مخلصة يا أمينة، هذا مطلع من أغنية الفنان راشد الماجد، أحب هديها لك. شكرا لك. أكيد طبعا بعرفها أخوي ولد جدة، ومن والسندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد من الناس يعني بالنسبة لي التوب زي ما يقولون. رح نطلع فاصل سريع لكن رح نرجع نواصل معاكم على 012-61-61-100 واللي حابين يشاركوني عبر الاسمس STC847700 وبانتظار مشاركاتكم وتفاعلكم على تويتر على @ألف ألف FM @AmineAlAbdallah A3M4E وأيضا بالفيسبوك. رح إن شاء الله أحط لكم الحلقة أيضا بالفيسبوك. طاقات بلا حدود. لكل عشاق ومعجبين أيضا فنان العرب محمد عبده، مسابقة كل خميس بالريد سي مول من الساعة 6:30 إلى 7:30، مسابقة غني أبو نورة. إذا كان صوتك جميل أو صوتك أيضا جميل عندك أو عندكم حتى معلومات عن فنان العرب محمد عبده
ومسيرته الفنية، شاركونا عشان تربحون أو يكون عندكم فرصة أنكم تربحون وتحضرون الحلقة الأخيرة من برنامج محمد عبده وفنان العرب اللي بيوداع كل يوم أحد الساعة 9:30 على قناة دبي الأولى. بالإضافة مو بس رح تحضرون، يعني شوفوا يا بخت اللي حقيقة رح يحضرون الحلقة الأخيرة، لا أيضا رح يكون بالإضافة إلى أنكم رح تحضرونها رح يكون في طبعا تذاكر طيران وإقامة فندق 5 ستار، بالإضافة طبعا رح يكون لشخصين، يعني أنتوا تختار شخص ثاني معك. كل اللي عليكم بس انكم تشاركونا كل خميس باستديوهات الف الف اف ام بالريد سيمول عشان تربحون هذه الجائزة. والله لا صوتي حلو صراحة كل شارك. حسين اليافعي، حسين اليافعي السلام عليكم، طلبين اذا سمحتوا. حاضر ابشر ولو انها مو عندي يا حسين. يلا خلينا نرجع حق اتصالاتنا ومشاركاتنا الهاتفية على 012-61-61-100 012-61-61-100 أو عبر الاسمس stc 847-7-0-0-8-4-0-0 وعبر تويتر على @ألف ألف أفأم وآتمينة العبدالله A3M4E والفيسبوك أمينة العبدالله، ونقول هلا ومليون غلاء حق منو؟ يا مساء العسل. ايه يا بالذات حق بدورة. يا مساء الورد شلونك؟ هلا هلا والله هلا منورك. بعد قلبي تمام، انت شلونك؟ وحشتينا مره زمان عني والله انت اكثر. وبدر البدور معايا بالفيسبوك، شوف الصور اللي حطيتها امس. والله كذا يا شيخ انت كذا تستاهلين احلى لايك. يلا يا جيت الامون اللي عنده بس خلاص هذا مين عبد الله لايكات عيون امون صراحة بدأتي صراحة مبدعة حتى في المواقع التواصل الاجتماعي. أكيد رح أكون مبدعة، أنتي معايا النخبة، نخبة الفولورز. أنا بعتبركم النخبة أنتوا صراحة، الفولورز اللي معايا يعني والله العظيم لدرجة يبي لي أبخركم فولور زي ما يقولون. الله يديك العافية صراحة. إحنا صراحة ما نتفائل اللي معاكي أنت، يعني برنامج صراحة من أروع البرامج. تسلمي. إن شاء الله الاستفادة، يعني عارفة يعني لأنه ممكن حتى في حياتنا واحدة من صديقاتنا أو أخوكي أو الوالد يكونون مثلا هم مدراء أو مسؤولين، ممكن إن إحنا بخبرتنا البسيطة هذه أو من الأشياء التبس الخفيفة هذه إحنا نعطيهم وجهات نظرنا أو نعطيهم أفكارنا. إيش رأيك إيش رأيك بالدورة بحكاية إن لما تجين مثلا في الاجتماعات ما يعرضون الباوربوينت أو البروجيكتر الشغلات هذه، لا جوبس بيفضل الاجتماعات العادية اللي لا نتكلم زي ما يقولون حبية، تجيبين الشاي حقك القهوة وتقعدون ويقعدون يسولفون. إيه من جد شوف المساعدة أحلى شيء. وبعدين شوفي أنا من النوع اللي ما أحب الروتين، يعني الطرق اللي قالها قبل شوية هذا عارفة كيف؟ يعني أنا صراحة من النوع اللي ما أحب الروتين، يعني إذا كان مثلا روتيني متكرر زي كذا أقدر أطلع نفسي منه يعني بأي طريقة، حلو طريقة الخاصة. حلو يعني أطلب مساعدة بسيطة من الأهل عارفة كيف؟ أزال بدورة لو كنتي أنتي مديرة شركة و... إيه؟ وفي اجتماعات شلون حتسوي لهم الاجتماع؟ الله أعطيهم أحلى اجتماع صراحة. أحلى اجتماع تخليهم يجون يدخلوا المكتب يقولوا لك يلا نبي اجتماع. والله لا خليهم يجون لحد المكتب عندي. على فكره هذه سياسه الباب المفتوح، ترى ما يحتاجون اجتماعات دوريه او بشكل دائم، لانه اوريدي دائما بيكونون عند المدير زي ما قلت كذا، دائما هم عندي فدائما انت فدائما انت بتاخذين وتعطين معاهم. هذا نوع من انواع الاجتماعات، انك تخلين بابك مفتوح وتستقبلينهم بكل رحابه صدر مهما كان الانتقاد او مهما. واهم شيء يكون على السمع كمان، ياخذوا مني المعلومات اللي انا حاعطيهم. يلا ان شاء الله. يلا انت القائده بديتك تسلمين. يديك العافيه يا حبيبه قلبي. تحيه ليك والرشه ترى معنا من قائد تجيت الاموني معانا. اكيد طبعا مو بكيفها، ترى مو بكيفها لا تغصب. يلا ناخذ حمد من جيزان. تسلمين. ناخذ حمد من جيزان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أختي أمينة؟ الحمد لله تمام حياك الله. إيش حمد شو اللي بتشوفه يعيب على أغلب الشركات الاجتماعات اللي بتصير؟ ليش ما بتكون أغلبها مثمرة؟ مجرد أوراق، مجرد تعبية أوراق وترم الله يكرمك ويكرم السامعين عقبها في الزبالة وما بتنفذ منها أي أجندة. بالنسبة للشركات لازم المدير يفرض رأيه بغض النظر عن أوراق، يفرض رأيه على الموجودين، لازم يفرض رأيه ولا ما يصير مدير. ولا ما يصير مدير يفرض رأيه. شلون يفرض رأيه في الاجتماع؟ يعني بالعربي مهما كانت الفكرة اللي طرحتيها طيب راح يرفضها لأنها هي بتناسب، وإذا ناسبت الفكرة راح يوافق عليها.
هنا معناته أنت اللي قلت غيرت كلامك، ناقضت شوي يعني معناته. لا ما ناقض كلامي. لا بيفرض رأيه معناته أنا متمسكة برأيي سواء كان صح أو خطأ. أنا لو قلت للمدير إنك غلطت في حاجة واحدة راح يحقد علي طول شغلي في الشركة. هذا اللي كنت قبل شوي بقوله حق بدورة. هذا اللي قبل شوي. أيوة مهما عطيت مهما عطيته فكرة كويسة ما راح يقبلها مني أنا. لأنه أخذ عنك سيرة أو أخذ عنك صورة، عفوا أخذ عنك صورة أنك إنسان سيء أو أنك إنسان بتعادي. هذا اللي بتقصده. أيوة هذا هذا الكلام الصحيح يعني. بالنسبة بالنسبة لستيف جوز هو صمم برنامج أفضل من كل البرامج يعني. صحيح. صمم الآي أو إس وقبله صمم الماك. صح. يعني شيء يتفوق عليه يجلب له النجاح طول حياته. الله صح صح. هذه العقلية الناجحة، هذه أيوة. العقلية المفكرة. حكاية إنه والله هذا جاء عطاني انتقاد أو عطاني مثلا ملاحظة على نقطة ما سواء كانت شخصيتي. إذا التفتت للانتقادات ما راح تتقدم شيء في حياتي أبدا. وعلى فكرة ودائما الانتقادات أنا دائما بقول لكم هذه زي الفوكس، زي الإضاءات اللي بتعطيني عشان أطور من نفسي حتى لو كانت من عدو. أقول له شكرا رحم الله إمران أهداني عيوبي، هذا اللي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شكرا لك يا حمد. ناخذ سمراء من جدة. سمراء يا زين اسمها يا ناس. اسم عجيب وسم بتيكي. حبيبتي والله تسلمي. يا هلا والله. ايوه اقول انا على عرض الباور بوينت صراحه والله صراحة انه احنا في المدرسه مثلا في رياضيات 24 ساعه العرض باور بوينت يعني كل الحصه. اوكي يعني انت غيرتي بس يعني مو يعني، وحتى لما نجي نشارك تروح هي تروح تفتح كده بسرعة، فما إحنا ما رح نتحمس الحصة لو 24 ساعة عرض وينت. فلو كل يوم تحط أحيانا النشاطات زي أول كانت تحط مجموعات يعني زي كده يعني تغير كل فترة. يعني بتحسين بالملل، بتحسين أيوة. بالملل من حكاية إن نفتح أبا هم عساس إن يطورونكم بالتكنولوجيا يعني بالأشياء ذي، بس أنت بتشوفينها أيوة مملة. بس إنه على أقل في الأسبوع تحط حلقة يعني قصدي حصة كذا يعني مميزة كذا تحسي أحسن كذا الواحد يقدر يشارك معاها. على فكرة مش كل الناس بالفعل بيحبون التكنولوجيا والأشياء هذه أيوة. يمكن بيحسونها بتقيدهم أكثر. يمكن أنا من الناس مثلا اللي بحب بالقلم صراحة، أكتب بالقلم وأعبر أيوة بالقلم والله من جد. أنت نفس الحكاية؟ أيوة والله. إنه شوف بس هو حلو تطور بس إنه يعني مو طول الأسبوع زي كذا يعني حلو بأن تغير. حلو. طب ليش ما تبدولها أنتوا الفكرة هذه يا سمراء؟ هي عشان ايش خلاص مغيدين انه يسووا بالباور بوينت وكل يوم يعني يعني خلاص ان هم مغيدين زي كذا بس مع التمرس راح يكون سهل مره صح؟ ايوه يلا حبيبتي المره الجايه تتصلين تقولين انا عرضت عليها الفكره عشان ترضي كل الاطراف، ترضي كل البنات، واحنا في ناس حيكونون لهم نصيب بالباور بوينت وناس لهم نصيب مثلنا بالورقه والقلم. ناخذ عبد الله من ارطيبه الطيبه من المدينه المنوره. عبد الله حياك الله. عبد الله حياك الله. هلا وسهلا. هلا بك زود، حياك الله اخوي. انا بتكلم بصراحه لغتين بخصوص القاعده. اعتقد ان التطور مفروض علينا فرض، يعني مفروض علينا انا بخصوص العمل في مجال التعليم. يعني اعتقد انه ما اشوف انه في ملل لو كانت على فتره قصيره. حسافه راح. يا ليت تتصل مرة ثانية. ناخذ أحمد من جدة. أيضا أحمد بعد راح. ناخذ غالية من مكة المكرمة. غالية غالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله بنات صباحة. مكة الله يحييك. صباح النور منى. صباح السعادة، صباح الفرح. حيا الله غالية، شلونك؟ حييك ربي، الحمد لله بخير بسماع صوتك الغالية. بعد قلبي تسلمي لي. هاي يا غالية، إيش رأيك أنتي؟ أول شيء أنتي موظفة ولا طالبة؟ أنا لا بكتشف، أنا ما أبغى أشارك في الموضوع بس حقيقة أنا اتصلت عشان أشترك على البرنامج اللي بتقدميها. صراحة إنك إنسانة مبدعة جدا جدا وأنا من أشد المتابعين، أشد المتابعين لك يا منى حبيبتي، واستمر على هذا العطايا الغاليه. بعد قلبي ان شاء الله راح استمر بدعمكم بتحفيزكم بهالكلمات الحلوه التشجيعيه. اكيد اني راح ان شاء الله اني استمر وان شاء الله اني اقدر افيدك وافيد الكل. انا جدا سعدت بمشاركتك يا غاليه. تسلمي حياتي. الله يسلمك.
من طيبك هذا، تسلمي لي حبيبتي. رح نطلع الفاصل، رح نطلع الفاصل يا رشا. يلا رؤية نورة فديتك، يلا رؤية نورة عطتني رؤية نورة عطتني رتويت وتفضيل بعد ثنتين دلعتني اليوم. كثير بنبسط حقيقي لما أشوف مشاركاتكم في تويتر. سعود الهذلول، حيا الله أخوي سعود، ولأنه غايب عنا فترة. أيضا مين بعد معانا غير سعود الهذلول؟ محمد رجب بيقول يوجد مدير، شوفوا كلامه مرة حلو كثير محمد، بيقول يوجد مدير حافظ ومدير فاهم، ويوجد مدير محفز ومبدع، ومدير محبط ومدمر. وأنا أبصم بالعشرة معاك بالضبط. يا ترى مدراءكم من أي نمونة من دول؟ مدراءكم من أي مدراء؟ المحبطين والمدمرين، ولا المحفزين والمبدعين، ولا الفاهمين، ولا الحافظين؟ أمون كيفك؟ يا ليت كل مدير يسمع هذه الحلقة علشان يستفيدون منها. ابشري إن شاء الله. السلام عليكم. طيب دعواتكم لي سجلت بجامعة الملك عبد العزيز انتساب، تكفون ادعوا لي. الله يوفقك ان شاء الله اخوي، بس يلت حطيتنا اسمك. الله يوفقك ان شاء الله وفالك يا رب الجامعة، ومن الجامعة ان شاء الله الى الماستر، ومن الماستر الى الدكتوراه، وان شاء الله بروف تصير في النهاية. الله يوفقك ان شاء الله. زكية فلاتة، حاضر حبيبتي، اخذك اتصال. مين بعد عندي؟ الجيش الأموني، حسين اليافعي، السلام عليكم. أبي أكون لا إيش دعوة تنسحب من الجيش الأموني؟ لا لازم تكون معانا بالجيش الأموني. إحنا نطلع الفاصل. يلا 0-1-2-61-61-100 0-1-2-61-61-100 اللي حابين يشاركوا معي في حلقة اليوم، أو عبر الاسم STC 847700 وتويتر على @ألف ألف FM وآت أمين العبد الله A3M4E، والفيسبوك أيضا أرحب كل اللي بينضموا لي. أمينة العبد الله مودي 09. هلا بالجميع. طاقات بلا حدود. اليوم موضوع حلقتنا كان عن ثلاث طرق خلت اجتماعات ستيف جوبز بناءة. تحت الهواء قاعدين احنا نتكلم عن حياته وكيف بدأ. أنا ورشا في أشياء اتفقنا عليها، فيها أشياء لا. سعود الهدلول بيقول كل ما حصلتي مدير محارب هذه شهادة نجاحك بكل تأكيد، وأنا أتفق معاك. لا يحارب أو لا ترمى إلا الشجرة المثمرة. زكية فلاتة تقول أمون كيفك وحشتيني. وانت كثير حبيبتي وحشتيني زكية، فديت قلبك. تقول ليت كل مدير بيسمع هذه الحلقة علشان يستفيدون. أتمنى، أنا بحاول أني أنوع لكم ما بين حلقات للمدراء، وما بين حلقات للموظفين، ما بين حلقات تطويرية وما إلى آخره. ثلاث طرق خلت اجتماعات ستيف جوبز بناءة. قلص عدد الحاضرين بالاجتماعات، تأكد من مسؤولية كل شخص عن كل بند في جدول أعماله أو في جدول أعمال الاجتماع. وآخر نقطة كان بيركز عليها إنه كان بيكره أو بعدم السماح بالعروض الرسمية. إن شاء الله التوفيق فالك أخوي حسين اليافعي، التوفيق فالك يا رب. نرجع حق اتصالاتنا، ونواف معانا من أرطيبة الطيبة من المدينة المنورة. حيا الله أخوي نواف. ألو. يا هلا والله. كيف حالك؟ تمام الحمد لله، أنت شلونك يا نواف؟ الحمد لله والله صلي شهر أدق، ما توقعت ترد أبدا. يلا شفت ردينا وفي موضوع مرة مهم. أيوه. سمعت أنت الموضوع يا نواف؟ لا والله ما سمعته. طيب يلا إيش حاب تشارك؟ طب نواف بقول لك شغلة، أنت موظف ولا طالب؟ لا طالب. طالب أي سنة؟ ثالث ثانوي. ثالث ثانوي. طيب حقول لك شغلة، لو كنت يا نواف مدير شركة، كيف رح تخلي اجتماعاتك؟ هل رح يعني تعتمد الطريقة التقليدية أن الكل لازم يحضر، أن لازم يكون كل واحد بيعرض الأفكار على بالباوربوينت، أن الشغل حتقدر تعطي هذا وهذا وهذا، ولا رح يكون عندك أنتو يعني الجيل الجديد؟ إيش حتستخدم هذه الطريقة يا نواف؟ والله أول شيء أهم شيء يكون الاجتماع بدون عنصرية وبدون استغلال، لأن إحنا عندنا مرة استغلال هنا بطريقة ما يصير فظيعة مرة. عجبتني يعني كلمة استغلال.
أمي برا المدينة تداوم. طيب حكومي مدرسة. طيب عشان نعرف. ألو راح الاتصال راح الاتصال. أخوي أحمد أنا اللي انقطع اتحادي 88. خسارة يا اتحادي. تجرب إن شاء الله فالك إنه يمسك الخط. محمد من مكة. الاستغلال نواف قال كلمة مرة مهمة. حياك الله. الله يحييك. كيف حالك؟ الحمد لله تمام يا محمد. الله تمام الحمد لله. شلون سياسة الاجتماعات أنت تحب أنها تكون يا محمد؟ والله شوف أحسن شيء لما تكون مثلا الاجتماعات خارج عن التكنولوجيا. ما تحب أن يستخدمون فيها التكنولوجيا؟ أيوة يكون في تفاعل في يعني شوية حماس بين الناس اللي في الاجتماع. أما التكنولوجيا يكون محدد على شخص واحد عرض في البورنت ما تقدر يعني ما في التفاعل المطلوب. حلو. ممكن يعني ممكن يعني مو كل شخص انت بتقصد انه بيكون بارع او بيكون فنان في استخدام التكنولوجيا انه بيعرف يشرح عليها. ايوه مو كل اي شخص يعني لما يكون مثلا اجتماع خارج التكنولوجيا تكون فيه تفاعل من الحاضرين في اخذ وعطاء بتوصل فكرتك اسرع واسهل بيكون. ايوه زي كده. حلو يلا يعطيك العافيه. شكرا. شكرا لك. يا ناخذ احمد. احمد من جده. احمد من جده. الو الو احمد. الو يلا ناخذ هاني العنزي. خلص احمد. خلص احمد. هلا ومرحبا. هيا الله اخوي هاني. يا هلا ومرحبا. كيف الحال؟ طيبه شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. شلونك؟ تدري امس ايش سوت فيني رشا؟ قاعده تفقسني قدام المستمعين. لا جد. اسأليها. قاعده تشر لك العيل من الاستديو. قاعده تضحك شكلها. قالت امينه مش موجوده خليني انا اطلع. فقستني امس هي ومعتصم. اوكي تدرين؟ ما دريت والله. لا الحين دريتي عشان يكون الحق معي. مو عشان تلحق معايا. لحظه وين وين البقوس يا رشا؟ طلعي لي. لا 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 هنا الصوب. طيب يلا الاجتماعات. الاجتماعات متى تكون مثمرة؟ الاجتماعات إن شاء الله تكون مثمرة إذا اجتمعوا كل واحد عنده طريقة حلوة وإيجابية وفيها فائدة كبيرة للمكان اللي احنا فيه سواء شركة سواء أي مكان. إنزين. ممتاز ممتاز. أيوة. وطريقة العرض كل واحد يعرض بالطريقة اللي هو يحبها عشان يبدع فيها أكثر أحسن من الطريقة الورقية. أو يمكن في واحد ما يعرف الباوربوينت أو الإكسل أو شيء زي كذا. طب هذا اللي قاعدين نقوله هاني. في ناس في ناس تبغى تستخدم التكنولوجيا. في ناس يمكن أغلب الاتصالات يقولون ما نبي نستخدم صراحة الباوربوينت. بالعكس هالأول أول شيء إذا عرض بالباوربوينت أو بالبرامج المتقدمة ذي يعني الدليل أن نفس الشخص اللي مقابلك اللي يعرض الفكرة يكون متفهم وعقله مفتح يعني. طب ستيف جوبز كله كامل. طب جوبز ما كان يحب هذه الطرق التكنولوجيا. كان يحب الطرق العادية. كل واحد وطريقته. أنا قاعد أقول كل واحد وطريقته. أيوة كل واحد وطريقته اللي يبدع فيها يحس إنه وصل المعلومة. حلو جميل. يلا يعطيك العافية يا هاني وهذه هدية مني لك. رشا 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 أنا زعلان. أنا خلاص أنا زعلان وأنت تساعدين يا أمون. خلاص أنا بنسحب. أعلن انسحابي من جيش الأمون. ما تقدر ما تقدر ممنوع. إذا بتعلن الانسحاب حتاخذ واحدة ثانية. ما قصرت أصلا. يلا يعطيك العافية يا هاني. شكرا على مشاركتك. ماجد من المنطقة الشرقية. الوقت سريع دامنا. ماجد يسعد صباحك. ألو يسعد صباحك. أحياك الرحمن إن شاء الله يا ماجد. وياك إن شاء الله. هاي يا ماجد نواف. يلا شلون يا ماجد شو رأيك بالاجتماعات؟ حضرتك موظف؟ موظف يا. إحنا بنتكلم عن طريقة الاجتماعات عند ستيف جوبز. ثلاث طرق اعتمدها وكانت اجتماعاته كلها مثمرة. بس ثلاث طرق. والله أنا مالي في الاجتماعات لأني شخص انطوائي. شخص إيه؟ شخص انطوائي. مالي ما أحب الاجتماعات. ما تحب الاجتماعات. طب أنت لو كنت مدير شركة شلون بتسوي اجتماعاتك أجل؟ في ناس يسوون اجتماعاتهم بالتليفون بعد. يقول لك بخلي أقرب موظف لي هو اللي مش يسوي في الاجتماعات. أقرب موظف لك هو اللي وتثق؟ إيه وأتثق. زين جميل. شكرا لك يا ماجد. مالكي من مكة المكرمة. ألو حياك الله يا مالكي. عايد المالكي من مكة. حياك الله أخوي عايد. يا هلا ومرحبا بعيال مكة المكرمة. يا هلا فيك. الله
الله يكرمك. بالنسبة للاجتماعات طبعا أنا صاحب شركة. حلو. مدير عام شركة. أول شيء نحن اختيار الوقت المناسب. اختيار أول شيء. ممتاز. اختيار الوقت المناسب للاجتماعات. حلو. أنا هذه النقطة أتفق معك فيها مليون بالمية. أي نعم. تحديد الموعد يعني بوقت كافي مسبق حتى يتم التحضير لمادة الاجتماع. التحضير لمادة. أي نعم. يعني مثلا الآن عندنا اجتماع فلازم كل واحد بيحضر إيش المادة اللي عنده بيقدمها في الاجتماع. الأجندة حقتها. ممتاز. أي نعم. أجندته. ثالثا استخدام التقنية شيء مهم. أنت بتشوف لازم نستخدمها. أي نعم لازم. أنا عقدنا الكثير من الاجتماعات من يعني داخل المملكة وخارج المملكة. يعني مثلا كان في شخص خارج المملكة وكان حاضر معنا الاجتماع. عارف كيف؟ أو مثلا في الأجهزة اللي بتستخدمها للشرح والعرض ولا ممكن اللغة غير اللغة. نعم. أي نعم نعم. فالتقنية مهمة جدا واستخدامها في الاجتماعات. ممتاز. صحيح. لكن بشرط أن يكون متقن الشخص الذي صح. يعني بيعرض على الجهاز وعلى التقنية الموجودة في الاجتماع يكون متقن للمادة اللي بيعرضها وطريقة العرض وتفسير بعض الكلمات أو المعاني اللي صحيح. أو المصطلحات اللي بنستخدمها في الاجتماعات عادة. نعم شكرا لك يا عايد. عشان ما عندي إلا دقيقة حق نواف من المدينة اللي اتصل قبل شوي. نواف رحل اتصل مع نواف. طيب مازن الحافظ يا ليت أمين يكون في يوم تتكلمين عن موضوع استغلال الأعمال الخاصة والمنزلية حق المدير للموظف. قد تكلمنا عن هالبوينت أخوي مازن. عبد الله عبد الرحمن يحيى محمد الموسى وأمينة أحلى ناس شكرا لك. سعود الهذلول أعتقد أن أعطاء الفرصة وإبداء الأريحية من قبل المدير للموظفين واعتبارهم الزملاء وأخوان له بيخلي الاجتماع ناجح ومنتج بالضبط. لكن هذا القائد اللي بيستخدم هذه السياسة يا سعود مش ما مو الكل بيفهم هالسياسة. بدر الخليج الإدارة الناجحة تتميز باكتشاف الثغرات المتواجدة بداخل دائرته فهذا تميز يتميز فيه المدير الناجح ويكسب خبرة لمن حوله. الله عليك. هذه ثلاث نقاط اللي كانت بتعطينا نتائج مثمرة في الاجتماعات اللي طبعا اتبعها ستيف جوبز عشان عنده تكون اجتماعات بناءة. تقليص عدد الحاضرين في الاجتماعات، التأكيد من مسؤولية كل شخص في بند جدول الأعمال الاجتماع، وأيضا عدم السماح بالعروض الرسمية. رحنا طبعا احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، لكن قبل ما نطلع معنا زميلنا عادل بربع يسعد لي مساك. اول واحد رح امسي عليه يا عادل. يا هلا والله يسعد لي مساك يا امينة. عادل ايش اهم نقطة عشان يكون في عندنا اجتماع مثمر؟ لو كنت مدير ايش اهم السياسة اللي رح تستخدمها في اجتماعاتك؟ اول حاجة لابد يكون عند جميع الحاضرين تصور عن ايش الاجتماع، ما يجون كده صافينا ذهن. هذه النقطة ما قلناها اليوم. اي لابد. حلو. أي حتى يكون مجهز ومحضر قبلها ويضع نقاط معينة ويستطيع أنه يدلي بدلوة، لكن يجي كذا صافي لبن ما راح يجيب أي نتيجة. أنت معلم ومنك نتعلم. وكذا وصلت معاكم لنهاية مطاف حلقتنا لليوم من برنامج طاقات بلا حدود. نطروني بكرة إن شاء الله من الساعة 11 لين الساعة 12 الظهر. شكرا لك اللي تواصل معي اليوم سواء عبر الاسز أو عبر تويتر أو عبر أيضا خط الهاتف. شكرا لزميلتي أيضا رشا اندجاني من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. كنت معاكم أمينة العبدالله. فمان الله.